السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال. صالون الصحة والجمال بيحاول يناقش بعض الموضوعات اللي بتهم المجتمعات العربية عموما والمجتمعات المصرية خاصة. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بيشرفني أن يكون معايا النهاردة دكتور عفاف الفرجاني، رئيس تحرير جريدة الموقف الليبي ناشطة سياسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا، ازيك يا دكتور؟ ومعانا مدام زهور كشوك من ليبيا شيف، وهتقول لنا النهارده هي جايه تعمل ايه في مصر. اهلا بيكي يا عبير. اهلا بيك استاذ هاني. اعزائي المشاهدين، المراه عامه هي نصف الرجل، المراه عامه هي نصف المجتمع. الرجل ما يقدرش يعيش من غير امراه تكون شريكه له في المجتمع والحياه، وكذلك المرأة لا تقدر أن تعيش بدون رجل في الحياة عامة. ولكن في تحديات للمرأة عامة بنشوفها في الوطن العربي، أو المرأة العربية عموما بيكون ليها بعض التحديات اللي بتقف أمامها، ولكن هل المرأة العربية والمرأة المصرية والمرأة الليبية والتونسية والمغربية، كل ستات العرب عموما أمام هذه التحديات بيكونوا عاملين إزاي؟ وبيقدروا يكونوا قد التحدي ولا لا؟ ده اللي هيكون محور حلقتنا النهاردة مع دكتور عفاف الفرجاني، وهنعرف أهم الأكلات الليبية مع الأستاذة زهور كشوك. دكتور عفاف، هروح معاكي بعد المقدمة ديت وأقول لك، المرأة عامة شايفة أن المرأة في ظل هذه الآونة والأزمنة، المرأة عامة قدرت تاخد نصيبها والقدر الكافي من حقوقها؟ اولا احنا هنتكلم على المراه بالمعنى الشمولي. تعد المراه طبعا هي نصف المجتمع، سوري نصف المجتمع، فما ينفعش ان تكون في حياه فيها مشاركه بدون وجود المراه. بس اختلفت المفاهيم، ولو اخذناها بتدرج تاريخي ولو اخذناها بتدرج فكري اللي مرت بيه الفكر اللي مرت بيه حضارات بالذات على المنطقة العربية، خلينا نتكلم، اختلفت طبعا. هناك تباين، بس تباين مش كبير عموما على المستوى الإقليمي. مش حنلقى إن المرأة مختلفة في ليبيا عن مصر عن السودان عن لبنان. الآن المرأة العربية تعيش تحديات كبيرة ما عاشتهاش في عقود سابقة. العقود السابقة كانت أفضل، هو المتلقي حي ممكن تصدم بعض الحقائق. العقود السابقة فترة السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي كانت المرأة حصلت على حقوق كبيرة، حصلت إن هي تكون عنصر فعال في المجتمع، إن هي تكون شريكة للرجل بالمعنى الحقيقي. حتى في المهن اللي صعب الآن إن هي تكون شريكة فيه. بس الآن المجتمع العربي والمنطقة ككل تعيش في ردة، تعيش في ردة فكرية. الآن المرأة أمام تحديات وكأنها رجعت 3 عقود إلى الخلف. طب أهم التحديات اللي أنت شايفاها من وجهة نظرك، أهم التحديات التي تقابلها المرأة العربية عامة، إيه هي؟ شوف، لو احنا اتكلمنا على الوقت الراهن، أو نتكلموا على الأقل في السنوات العجاف الأخيرة هذه اللي تعيشها المنطقة العربية، هذه طبعا حتعيش المرأة في تحديات غير متوقعة، غير محسوبة، غير الرؤية اللي كانت المرأة ممكن تعيشها في تحديات مستقبلية. ممكن تقول أني بنخوضها الحرب في المنطقة العربية اللي فرضت طبعا على المواطن العربي رجل ولا مرأة. طبعا المتضرر منها بالدرجة الأولى ليس الرجل، المتضرر منها المرأة. المرأة أصبحت الآن تقوم بدور الرجل، والمرأة في ظل الشهداء والمفقودين والموت وغيره وغيره، هذه المرأة أصبح على عاتقها حمل آخر، حمل تدريس الأولاد، حمل إن هي تكون سيدة 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 بيت، وحمل إن هي تكون مرأة عاملة. فهذا كل تحديات المرأة الآن العربية بصراحة أثبتت جدارة غير عادية في وقت الراهن، إن هي سيدة استثناء، استثناء السيدة. أوروبا الآن اللي تدعي وأمريكا بحقوق المرأة وغيرها، هي محتاجة لتصدير خبرات من الوطن العربي لتعليم المرأة الأوروبية والأمريكية كيف تكون المرأة قوية في ظل هذه الظروف الراهنة. طيب ماشي، هننتقل للأستاذة زهور كشوك ونشوف بقى المرأة الليبية
في المطبخ بتعمل ايه؟ استاذه زهور اهلا بيكي من ورا مصر. اهلا بيك استاذ هاني، بوجودك اكيد. الله يخليكي. عايزك تقولي لي بقى انت حكايتك مع المطبخ جت ازاي، وجيتي مصر هنا الطريق الى مصر كان فيه تحديات كبيره؟ اكيد. تحكي لي التحديات اللي صادفتك وقابلتك عشان توصلي لمصر عشان تحققي هدفك في ان انت تمارسي هوايتك، في ان انت غاويه مطبخ وحاسه ان انت عندك موهبه في المطبخ، فحبيتي في مؤتمر من المؤتمرات اللي هتقام في الغردقه تكوني احد المشاركات الليبيات لاثبات المراه الليبيه، وتوري تحدي المراه الليبيه في انها بتصل الى مصر وتوري موهبتها للعالم كله. اكيد. هو طبعا هي زي ما نقوله يعني تحدي بيكون فيها المسابقه، لكن حبينا نشتركوا زي اي دوله عربيه مشتركه في المهرجان، ومدابينا نقدموا الاكلات الليبيه. طبعا معظم البلدان ما يعرفوش اكلاتنا الليبيه والتقليديه واللي في مناطقنا العربيه يعني اللي موجوده داخل ليبيا. طبعا في طبعا اكثر من اكلات تتقدم في الجبل، وفي يعني في المنطقه طرابلس يقدموا في اكلات حتى هم يعني طرابلسيه. طبعا اليوم حبيت نقدم لكم اكله ليبيه ومشهوره في العالم كله. اهم الاكلات المشهوره في ليبيا بقى ايه؟ هي المبكبكة. مبكبكة. اكيد. حبيت اليوم. طب دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتحتوي على ايه المبكبكة؟ هي تحتوي على لحم وطبعا بصل وزيت، يتقلى في الزيت طبعا كويس، وبعدين نحط اللحم وسط الحله بتاعها، والبهارات اللي هي الكركم والفلفل والملح والطماطم المعجون، ونخليها تغلي على النار ونضيف لها ميه، وبعدين يطيب اللحم بتاعها كويس، نزيدها شويه ميه، والمكرونه نحطها على طول. يعني بيتحط معاها مكرونه؟ اكيد. ايه. ودي اسمها المبكبكه. ايه اسمها المبكبكه. دي من اشهر الاكلات الليبيه؟ ايه اكيد. طب دي بتبقى في مواطن معينه في ليبيا، ولا في اماكن معينه، ولا بتبقى في الحضر، ولا بتبقى في البدو، ولا فين في ليبيا؟ لا، هي في كل المناطق موجوده في ليبيا. وحتى في الفنادق في الخمسه نجوم نزلت في المنيو المبكبكة، فبدت اصبحت مشهوره يعني في شبه في العالم يعني، وتداولت في اكثر من مكان وحبوها. يعني هي خفيفه وبسيطه ويعني وفي الشتاء الاكثريه نديروا فيها في وقت الشتاء. طيب من المعلومات اللي لدي ان في ليبيا زيت الزيتون بيستعمل بطريقه عاليه جدا. ايه اكيد. بتستعملوه في كتير من الاكلات بتاعتكم؟ اكيد نستعمله فيه في الاكله. طبعا هي من يامات اجدادنا قبل نديروا فيها الزميطه والبسيسه، نديروا فيها طبعا البسيسه نديروا فيها بزيت الزيتون. لازم دي تتحلط. حلويات؟ لا دي زل يعني باتيهات كده، حاجات خفيفه معجنات. هو القمح مطحون ويديروا له فيه شويه يعني كمون حلو وحاجات هيك يعني. والزميطه حتى هي نفس الشيء، قمح محمس يعني على النار ومطحون وتنعجن بالميه وبالزيت الزيتون، وناكلوا فيها اكله يعني حتى هي. ايه. انت النهارده عامله لنا ايه في اليوم؟ مديرت لكم مبكبكه باللحم الخروف. مبكبكه احنا نقول هنا باللحم الضاني. ايه اكيد. استوت ولا لسه؟ هي قربت تستوي يعني، ما زال شويه السلطات بقى اللي بتستعملوها ايه؟ اهم السلطات اللي بتستعملوها؟ طبعا يعني. هي السلطات اللي مستعملوها في الاكله هذه ديما نستعمله في الخيار. الخيار والطماطم والزيتون وفلفل وبصل. يعني اليوم جهزت انا السلطه العربيه اللي بزيت الزيتون والطماطم والخيار. تمام. والزيتون هذا حتى هو يعني نديره فيه في البيت نشتغلوا عليه وهيك. وبالنسبة للسلطة الخضراء حتى هي نقدموا فيها معاها خس عادي بزيت الزيتون والليمون القارص والخيار والجزر. بتبقى مكونات السلطة الخضراء. ايه اكيد. فنقدمه في الحاجتين هادو مع المبكبكة ومعها عصرة ليمون قارص اللي حاب يعني يرغب الشيء هذا يعني. طيب هرجع لحضرتك تاني على ما المبكبكة تخلص. أكيد. وهروح لحضرتك تاني.
دكتور عفاف، يعني انا شايف ان المراه الليبيه وخاصه المراه عامه يعني على مستوى الوطن العربي بقى ليها دور قيادي، بقى ليها دور سياسي، بقى ليها دور اقتصادي، تعددت ادوار المراه. ولكن المراه هي مراه في الاول والاخر، ام واخت وزوجه وابنه. ولكن هناك بيحصل بعض المشاكل مع المرأة والرجل لعدم اختلاف المفاهيم، أو لعدم مفيش توافق. ممكن يكون في عشرة بينهم لمدة معينة من السنين، ولكن جه في وقت معين وصل الحال بينهم اللي هم مش قادرين يكملوا مع بعض لأسباب عدة. ممكن هي بتشتغل، ممكن هي ابتدت تبقى طموحة، ممكن ابتدت توصل لمراكز عالية، وابتدى الزوج ينظر إلى أن هي ابتدت تتقدم عليه. شايفة أن هل الزوج لما بيلاقي الزوجة تقدمت عليه في عملها وتفوقت وهي عندها تارجت معين عايزة توصل له، والزوج بيوصل لمرحلة أن هو ابتدى يحصل غيرة بقى، أو يحصل أن هو مش موافق على ده ويبتدي يقول لها لا اسباب تانية، لا انا مش عايزك تبقي هنا عشان ممكن الناس تبص لك، ممكن ده يتكلم، ممكن ده، فبيوصلوا لمرحله الخلاف هنا. شايفه ان الخلاف اللي بيوصل بين الزوج والزوجه لتفوق المراه ده لصالح المراه ان هي تكمل، ولا لصالح المراه ان هي تقف ستوب وتبتدي تشوف طموحها وتفصل حياتها ديت؟ يا ريت تكلميني على الحته دي. طبعا احنا مش منبوش ان احنا نظلم الرجل في ونحطوه في زاويه هنا، هو دائما الرجل عدو نجاح المراه، هناك تباين، ولكن هي من اساسيات وشروط الزواج والعلاقه الزوجيه وهذا الكيان الاسري لازم هناك تكافؤ، تكافؤ في الزواج. التكافؤ ليس بالمستوى المادي، ليس بالوجهه الاجتماعيه، التكافؤ بالدرجه الاولى التكافؤ الفكري. فكري صح. التكافؤ الفكري هذا بيلعب دور، لما مثلا زوجة هي طموحة، زوجة مثلا متعلمة، زوجة وصلت لقدر مثلا من الطموح، لما تجيب تتزوج ترتبط بالشريك، الشريك هذا لازم يعرف لازم يعرف مدى طموح هذه المرأة، حدودها. هناك رجال يتزوجون من سيدات ناجحات وعند الزواج يتغير مفهومها للنجاح ويريدها تلك السيدة ربة البيت القابعة في البيت اللي تشتغل في البيت اللي تتحول إلى مكنة ولادة إلى غيرها، فهذا بيصنع منها شخصية أخرى، هذا لا ينفع إطلاقا. وكثرة حالات الطلاق سببها إن الرجل يريد أن يصنع من 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 الرفيقة إلى كاركتر هو حابه. طبعا هذا أحد معوقات طبعا استمرارية الزواج، ولكن مع ذلك هناك أزواج مؤمنين بقدرات زوجاتهم، داعمين لهم، أكثر السياسيات في العالم وأكثر النشطات السياسيات ونقول يشتغلوا يعني في المجال الصعب هذا، والصحفيات طبعا شغل الصحافة أنت تعرف شغل صعب يعني، وأنت سيد العارفين يعني هذا الشغل متعب وصعب وفي مخاطر، هناك رجال يدفعون بنسائهم إلى الطريق الصحيح وإلى عالم المغامرة وعالم الشغل ومؤمنين بهم، بيكونوا سند ليها يعني بيقفوا في ظهرها سند ليها. القصة اللي أنت تحكي عليها جزئية هذه إن هو الرجل بيقتل الطموح وإنه بيوقف دم الطموح، هذا تباين فكري، هذا عدم تكافؤ في الزواج من الأول، وهذا اعتقد انه هو سبب الرئيسي هو عدم التكافؤ الفكري. لا هو ممكن كمان يكون هو في مستوى علمي كبير برضه، ولكن مش عاوزها توصل للمستوى اللي هو فيه. لا انا اتكلم فيك على التكافؤ الفكري، الفكر لا يعني شهادات. هناك رجال اميين ما يعرفش يفك الخط، لكن هو مؤمن ببنته ان هي تلك الفتاة الطموحة اللي تشتغل على نفسها، مؤمن بزوجتها. التكافؤ الفكري اللي أحكي عليه لا يخطأ إلى الشهادات. في بروفيسورية وزوجتها ما تعرفش تفك الخط ورافض إنها هي تتعلم. هذه مفاهيم، هذه مفاهيم فكرية. طيب هنرجع لأستاذة زهور ونروح نشوف المبكبكة. أوكي أستاذة زهور هكلمك برضو بما أنك برضو هنتكلم عن المرأة، فهيبقى ليكي برضو نصيب معنا. ونقول شايفة المرأة عموما، المرأة الليبية في هذا الوقت وهذا الزمن،
المرأة الليبية تحررت بعض الشيء عما قبل، ولا المرأة الليبية كانت إزاي قبل كده وأصبحت إزاي الآن؟ طوى هو في الوقت الحالي بدينا الحاجز نكسره فيه يعني، فمدابينا نطوروا من نفسنا، مدابينا نقدموا الشيء هذا يعني نشتغلوا عليه ويتعرفوا به الدول الأخرى، ومدابينا يعني نوصلوا الأكل الليبي بحذافيره لكل البلدان ويتعرفوا على حاجاتنا وحلوياتنا الزمنية وأكلاتنا الشعبية، وبغض النظر على حتى أكلاتنا يعني المعتادة يعني الليبية وهيك تقليدية، حتى إمكانياتنا في الشغل يعني تطورنا للشيء، حتى الشيء يعني اللي نشتغلوا عليه يكون في يعني بشيء عصري نقدموه. فالفرصة هذه جتني من خلال البرنامج يعني هذا المهرجان الجولدن شيف، طبعا شاركت فيه اختي طبعا وجهلها تحيه شكر وتقدير، وان هي شاركت في المهرجان وفازت فيه السنه اللي فاتت، وحبت يعني ان تكون فريق ليبي. عمل كنت انت احد اعضاء هذا الفريق اكيد للسنه هذه ايه، فحبت تدير مجموعه يشاركوا فيها المهرجان، نقدموا اكلاتنا الليبيه، واللي حاب يقدم حتى اكل عالمي هو يعني له حريه الاختيار في الاكل اللي بيقدمه. ايه فحبيت الفكرة المهرجان، وحبيت الواحد انه يطلع يعني يطلع في مجال جديد، يشارك في مجالات حلوة، يقدم الاكلات هذه يوريها للعالم، يعني مشاركين فيه دول عربية ودول اجنبية المهرجان. فتشجعت للموضوع. طبعا انا سيدة اعمال، عندي معمل هيك هو صغير شوية، لكن بشوية بشوية تدريجيا كونت معمل نشتغل في الحلويات الزمنية، وراح نضيفكم على طبعا الشاي الاخضر اللي بالحلويات الزمنيه هو مقروض وكعك بالحلقوم. طبعا حبيت نشارك في المهرجان وتشجعت فيه، شاركت فيه، ويبدا يوم 10 ان شاء الله، بيوم 10/10 راح يبدا الافتتاح المهرجان، ويوم 11 يعني نبدا في تقديم الاكلات والسيستم يعني اللي مجهزينه. ان شاء الله تكوني من الفائزات في المهرجان ان شاء الله. والله ان شاء الله يا رب ان شاء الله نفوزوا يعني باذن الله تفوزي. طب أكيد. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين فاصل قصير وهنرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم معانا صالون الصحه والجمال على قناه الصحه والجمال. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وحلقه صالون الصحه والجمال، وعن المراه الليبيه وتحديات المراه عموما. هنرجع تاني ومعانا دكتور عفاف الفرجاني، ونرجع نسالها. دكتور عفاف، المرأة الليبية بنتكلم عليها عموما، واتكلمنا عن المرأة عامة والمرأة الليبية خاصة. طب النهاردة احنا معانا أستاذة زهور بتتكلم عن الأكل الليبي وبعض الأكلات الليبية. شايفة أن المناخ الليبي بيبقى ليه أكلات معينة؟ يعني أنت حضرتك مواطنة من ليبيا، شايفة أن المناخ في ليبيا ليه أكلات معينة هي اللي بتتحكم في المناخ الليبي؟ تمام. شوف، ممكن هي زهور اختزلت كل الحديث في الاكله اللي هي بتديرها، لان الوقت ما سعفهاش. هذه اكله شعبيه متداوله وسريعه وغير مكلفه. اوكي، بس خلينا نكلم لك على تنوع الاكل في ليبيا. ليبيا طبعا عباره عن كشكول تضاريس في 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 بلد واحد. عندنا الجبل، عندنا الصحراء، عندنا الساحل. كل وتعرف ان ليبيا رقعة جغرافيه لباس بها كبيره يعني. فعندنا اكلات في الجبل مختصه بها، منطقه الجبل بس. هذه ممكن نقول لك لفتات الليبي دي بتكون يعني لها خصوصيه في هذه المنطقه ويبدعوا فيها. مثلا اضافه الى اكله البازين، هذه من اروع الاكلات اللي مختصه بها ليبيا فقط ولا في اي دوله عربيه. اكله البازين، البازين وهي تعتبر الى حد ما هي هيلثي، لانها كلها من الشعير. شعير يطحن مع عرفت مع الصوص، بس هي اكله تعتبر الى حد ما هي فيها مجموعه صوصات، ممكن تكون الريد الاحمر، ممكن اللي باللبن، بس هي اكله هيلثي تعتبر. بس اكله مشهوره ودائما تقدم للدلاله على الوجاهه. اوكي، وعندك اكل ثاني مثلا عندنا الكسكسي اللي يشتغلوا عليه، ممكن هو سويت هنا في مصر بيعملوه، بس هو سبايسي يعني حار. هذا مشهوره بليبيا واكله لذيذه جدا وغنيه جدا بالخضروات، باللحم الضاني، في اللي بالسمك.
عندنا نسينا منطقة الساحل من أروع أكلات السمك اللي ممكن تاكلها في ليبيا ما تاكلهاش حتى في أوروبا. السمك ليبيا الشهيرة، احنا عندنا 2000 كيلومتر على الشاطئ. وانت تعرف خصوصية كل منطقة بمناخها، فهذه 2000 كيلومتر على شاطئ البحر تخلي ان المواطن يعني يشتغل على خيرات هذه المنطقة. فعندنا تنوع كبير في الأكل الليبي، ممكن يقدموا ان شاء الله زهور ومجموعة تبلة خديجة المسلاتي، نوجه لها تحية اللي هي قائدة المجموعة، فهم مشاركين باكلات ليبيا ان شاء الله تكون فيها. تمام. زهور هرجع لك تاني وتقولي لي وصلنا لفين. وصلنا طبعا المكرونه طبعا، ان طيب اللحم كويس. لازم اللحم يكون طيب كويس. هو جرب يطيب خلاص. دخلت في السوى جامد. نزيدها مبكبكه خالص. هي لحم وبصل وزيت وفلفل وطماطم وبهاراتنا احنا يعني متعودين نطيبوا بها. الكركم بتتغرف بقى بعد كده في طبق معين وبتحطيها. هو الطبق يعني نحطه حتى في صحن يكون عود خشب. هذا تقليدي عندنا. واحنا اليوم بنقدمها في صحن هذا، نحطه فيه المكرونه. نقدمه فيه المكرونه. بتتزوق بقى بالحاجات اللي هي اللي بتحطيها دي. المعدنوس ان شاء الله. بتقرنشيها. لا زينه بس. لحم الخروف ما يبيش للثوم. ويبي حاجه بسيطه زينه المعدنوس والفلفل الاخضر بيكون مع المكرونه. تمام. انا شايف وانت حطنا هنا، انا عايز اجيب حاجه من دول. اكيد راح نضيفكم يعني. وتقولي لي ده انت عاملاه صح؟ اكيد. تحكي لي قصته، ده ايه بقى، جه معاك ازاي؟ دي حلويات. هذه حلويات نزمية طبعا نشتغل عليها حتى في. اسمها ايه الاول؟ اسمها المجرود. المجرود. طبعا يتكون المجرود من سميد سمدينة مرحية كويس مطحونة وزيت اللي في النص ده ايه جوه؟ عجوة؟ تمر معجون. احنا بنقول عليه عجوة هنا في مصر. عجوة. فهذه حاجاتنا يعني زمنية نديروا فيها في مناسباتنا الاجتماعية، نقدموا فيها مع الشاهي. سواء كان شاهي اخضر او احمر. بتتحط مع الشاي الاخضر والاحمر. اكيد. طب واللي هناك دي انا عايز اعرف دي ايه؟ حتى مع القهوه العربيه يعني. والقهوه العربي بتحط معاها دي؟ اكيد. طب انا هشيل دي واجيب الثانيه ونعرف الثانيه. قولي لي قصتها ايه؟ وديت ايه؟ طبعا هذا كعك بالحلقوم. ده كحك. كعك. هذا كعك محشي بالحلقوم. الحلقوم بقى اللي هو ايه؟ الملبن. الحلقوم. الملبن. الملبن. احنا نقول ملبن، انتوا تقولوا حلقوم. حلقوم. طيب اوكي. متكون طبعا من سمن وزبده وعطر وبيكنج باودر طبعا. ويتغلف بالسكر الناعم بالطريقه هذه يعني. هذا نقدمه فيه في مناسباتنا حتى هو الاجتماعيه، ومع غريبه عربيه باللوز، ومعها كعك حلو كعك المالح. حتى هذا اكل حلوياتنا الشعبيه نديروا فيها في مناسباتنا الاجتماعيه. دي في المناسبات. طب احنا عندنا في مصر هنا بيبقى عندنا في مناسباتنا في رمضان عندنا الكنافه والقطايف. في رمضان عندكم في كنافه وقطايف برضو؟ لا. في رمضان عندنا طبعا متنوع الحلويات عندنا متنوعة. يعني ممكن هيك نديروا في زلابيا معسلة. زي ما نقولوا يعني زي ما تقولوا ملح الشام. بلح الشام. والحاجات المعسلة دي نديروا فيها. يحبوا يفطروا عليها، يشقوا في فطورهم بها. وتمر وحليب وحاجاتنا يعني نديروا فيها الكيكات والحلويات. لكن ما تعرفوش الكنافة زي ما عندنا في مصر. نديروا في البكلاوة الطرابلسية. هذه طبعا حاجة أساسية في رمضان. نديروا فيها طبعا باللوز والعسل الطبيعي. نقدموا فيها حتى هي في رمضان. الكنافة المحنشية السويبعات الويربات طبعا محشيات باللوز ومعسلات بالعسل الحجاني. نديروا فيها يعني دي الحاجات اللي الحلويات بتاعتك. هذه حلويات. بتعرفي تعملي بقى الحاجات المصري بسبوسه الحاجات دي؟ تعرفي البسبوسه نعرف نعملها. تعرفي اتعلمتي بسبوسه في مصر؟ البسبوسه نعرف نعملها. اهم الاكلات المصريه اللي بتحبي تعمليها ايه هي؟ الاكلات المصريه هي الطعميه. تعرفي تعملي طعميه؟ تقليها ولا بتعمليها ازاي دي؟
نعملها من البدايه يعني، نرحي الفول ده في والبصل. مصريات ما بتعرفش تعمل الطعميه في البيت. لا نعرف نعملها ونقليها في الزيت الغارق باش تطيب كويس. والاكلات يعني بالنسبه للمصريه يعني الباميه، حتى هي عندكم طبيخ الباميه يعني، احنا بنقول الباميه الخضار الخضار ايه طبعا الباميه حتى هي نطيبوا فيها زيكم. في اللي يحط فيها في الكوشه في الطاجين بيكون فخار وهيك يشحر فيها ولين تجف كويس من الميه نتاعها وباللحمه، لكن نديروا فيها بنفس طريقتكم، ممكن تختلف شويه في التفاصيل لكن نفس. انا ملاحظ ان اهم اللحوم اللي بتستعملوها في ليبيا هي لحم الضأن. ايه لحم الخروف، لحم وطني. الخروف ايه اه وطني. هو ده اللي مشتهر عندكم اللي هو لحم الخروف او الضأن زي ما احنا بنقول. إيه لحم لكن الخروف. لحم العجول لا مش موجود عندكم. لا موجود هو بس مش موجود. بنفس الكميه اللي انتم بتحبوا تشتغلوا بيها يعني في المطبخ. احنا في مناسباتنا في العاده ديما نديروا في اللحم الضان، لحم الضاني نطيبوا بيه في مناسباتنا وحتى لحم الجمل يعني. ولحم الجمل ايه اكيد دول من اشهر اللحوم اللي انتم بتحبوها إيه هناك نستخدموا يعني. فيها في مناسباتنا ايه. طيب حتى لحم اللحم البقري يعني نديروا فيه بكر الوطني نديروا فيه حتى في مناسباتنا. تمام عادي يعني. طب انا هنشوف المكبكه وصلت لفين، تخلصها لنا ونشوف بقى، واحنا بنقرف كده هنبقى نيجي لها ونروح لدكتور عفاف. اكيد دكتور عفاف، شفنا ان المطبخ الليبي متنوع برضه، كل بلد ليها تنوع في المطبخ بتاعها، والمراه عموما متنوعه من ليبيا لمصر لتونس للمغرب للجزائر. تنوع المرأة في عاداتها وتقاليدها وبعض الحاجات اللي بتقابلها، بنشوف المرأة النهاردة ما بقتش زي المرأة بتاعت زمان. المرأة النهاردة اختلفت، المرأة النهاردة بقت وزيرة، بقت سياسية، بقت شاعرة، بقت كاتبة، بقت دكتورة في الجامعة، وبقت ليها مناصب عدة المرأة دلوقتي. المرأة النهاردة شايفة ان في ظل الظروف اللي احنا فيها، هل المرأة النهاردة ابتدت توصل لكل الحاجات اللي هي بقت عايزة توصل لها، ولا لسه في اهداف لسه المرأة عايزة توصل لها اكتر ما وصلت لهاش؟ شوف حاجة استاذ هاني، لا يعني وصول المرأة الى مناصب مرموقة والى مناصب قيادية والى شهادات عليا هذا يلغي كونها كيان أنثوي تحتوي البيت وتحتوي العائلة، وطموحها لن يقف عند مثلا الإنجاب والبيت وغيرها، وعندها طموح مازال كل يوم. أنت تتكلم على 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 كيان نص المجتمع. أنا اللي بنسألك سؤال، الرجل يقف طموحها عند منصب معين ولا عند مركز معين؟ أكيد الطموح. المرأة نفس الشيء، المرأة الآلة الإعلامية صنعت من المرأة عدوة الرجل. أنت شوف مؤخرا كل السوشيال ميديا تشتغل على أنه هو الرجل المتوحش، الرجل اللي بيقمع المرأة، الرجل اللي المفروض الجمعيات تقام. لا طبعا، ده بعض البرامج كمان بقت متخصصة في أن هي تهاجم الرجل. طبعا بعض البرامج بقت متخصصة ان هي شايفه ان هي في مهاجمتها للرجل هو ده شهره ليها، ان هي تهاجم الرجل لمجرد هجوم على الرجل. نسيت ان الرجل ده هو نصف المجتمع، نسيت ان الرجل دوت هو رب الاسره، نسيوا ان الرجل دوت في جرائم كتيره جدا حصلت للرجل. يعني لما بنيجي نقول رجل قتل زوجته، ما معاك اوكي قتل زوجته، طب ما في ازواج قتلت ازواجها، اللي قطعت جوزها، اللي حطته في البانيو وحطت عليه مادة كاوية ووساح، اللي هي وعشقها قاموا بقتل زوجها وهو ما عملش حاجة خالص. طب ما هو الراجل ده مظلوم، الراجل دوت كان مظلوم جدا، وكانت المرأة هي السبب في ان هي تؤدي الرجل لهذه المكانة، ودته في هذا المكان. الرجل ده صبر على المرأة جدا، الرجل دوت طلبت المرأة منه الطلاق عدة مرات، ولولا ان هو بيصبر عليها ده كان لو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت نفسها ألف مرة. ولكن احنا عايزين نقول ان الرجل مظلوم. انا مش ضد المرأة ولا ضد الرجل، ولكن احنا بنقول يبقى في حيادية في بعض البرامج، ان هي ما تتجذفش على الرجل، ان هي تبتدي تفتري على الرجل بان الرجل هو اللي سبب كل كارثة، سبب الطلاق. هل كل المحاكم
اللي احنا شايفينها دلوقتي وقضايا الطلاق والخلع، هل كل القضايا دي سببها الرجل؟ هل كل قضايا الخلع هو سببها الرجل؟ شوف انا هنجاوبك في الجزئيه هذه. العالم اللي احنا عايشين فيه هذا لا يحتوي على اسوياء فقط، سواء رجل او مراه، فعل الشر وفعل الاجرام والفعل والسلوك الانحرافي هذا ليس حكر على رجل ولا على مراه، هذا كائن سواء كان رجل او مراه عايشين على سطح الكره الارضيه وعندهم مجموعه انفعالات وعندهم سلوك ممكن الانسان يعتنق لفتره من الوقت ويرجع الى جاده الصواب، ممكن يستمر في هذا السلوك، لكن احنا ما نبوش دائما نسلط الضوء على ان دائما الرجل هو محور هذا الشر، فهناك فعل شر مرهون احيانا بشخصيات سايكو غير طبيعيه مرضيه. وفي نفس الوقت احنا دائما متعاطفين مع المراه، طبيعه المراه طبيعه يعني ناعمه عاطفيه، هي الام والاخت والبنت والحبيبه والصديقه، فدائما هي ممكن ردود فعلها تكون شويه يعني انيه وجذريه احيانا، ولكن قضايا الطلاق انا ما بيش ندخل فيها لان في كذا حيتيه ممكن حندخل فيها حنشعب في القصه هذه، منها زواج القاصرات اللي اصبح الان ياخذ طبعا الصداره، هذه كوارث، ولا في منظمات مجتمع مدني ولا في منظمات حقوقيه. بس اصبح في مصر هنا عندنا في قوانين تحد من هذا الزواج، يعني كل الدول العربيه عندها قوانين، واولها ليبيا عندها قوانين تحد من زواج القاصرات، ولكن هناك تلاعب في القانون، هناك تلاعب في القانون يساهم فيه المواطن هو بشكل او باخر، يساهم فيه ولي الامر وتساهم فيه ولي الامر. الان انا كلمتك في اول الحوار قلت لك الان نعيش في رده، ردة غير مسبوقة، غير العقود السابقة. الآن مواليد 2003 و4 يتزوجون، يعني هذه كارثة، هذا العالم الآخر ينظر له إلى، هي كارثة، هذا المسؤول عليه الأول والأخير أولياء الأمور، أولياء الأمور اللي هم في الأساس أصلا غير واعيين بهذه المسؤولية. فيش حد بيكره أبنائه، لكن في نفس الوقت أحيانا نوع من الجهل الفكري أدي لك إلى كوارث أخرى بما يزيد عدد. لكن ما بيش نتكلم عن نخبة اللي تطلب في الطلاق أو خلع، السيدة التي تطلب الخلع دي سيدة قوية، أنا أعتبرها قوية، هي لم تلجأ إلى طرق أخرى، لم تلجأ إلى حياة الكيل بمكيالين، من يبقى والبقاء للأقوى في البيت، لا. طب هسألك سؤال بقى هنا، أنت قلتي الست التي تطلب الخلع امرأة قوية، طب إذا كان النهاردة امرأة وصلت مع الزوج أن هي وصلت لمرحلة أن هي مش قادرة تكمل، أوكي، وشايفه ان هي لو كملت هتظلمه وهتظلم نفسها، وقفت وقالت انا مش قادره اكمل الحياه لغايه هنا ستوب، ولكن بينهم اطفال، هنا بتقف المراه في الموقف دوت ما بين اطفالها وما بين تكمل ولا ما تكملش، شايفاها تعمل ايه لو المشكله دي اتعرضت قدامك، امراه عندها اطفال ومش قادره تكمل في الناحيه الثانيه، هل تضحي بان هي مش قادره تكمل وتكمل حياتها سواء بقى عايشه او مش عايشه عشان خاطر اولادها، ولا تقف وتقول لا انا مش قادره اكمل وموضوع الاولاد دوت في قانون وفي شرع انا حاضنه ليهم وممكن يبقوا معايا، ويبقى ممكن بالتراضي بينها وبين الزوج يشوفوا الاولاد يبقوا مع مين فيهم، شايفه ايه؟ شوف احنا دايما لما يصعب علينا امر وتصعب علينا الوصول احيانا الى قرار صائب، دائما نرجع الى شريعتنا الى الدين. طب ناخد معانا التليفون ونرجع لحضرتك تاني. مستشار طلعت من محله، اتفضل يا فندم. مستشار طلعت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك المستشار القانوني طلعت سمير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اولا احنا بمشي على حضرتك وعلى الدكتور عفاف. اهلا بحضرتك. الموضوع غايه في الاهميه. حضرتك سامعني؟ تسمعك يا فندم، اتفضل. بالنسبه للعلاقه الزوجيه بين الرجل وبين المراه، هي علاقه لا شك ان هي علاقه من اسمى العلاقات الانسانيه على الاطلاق. تمام. تلك العلاقه اذا دب في غضرانها احد الاسباب اللي هي بتخلي اعاقات وانات في العلاقه الزوجيه، فانا بعتقد بان العلاقه الزوجيه اذا كان الاثنين زوج وزوجه
فاهمين جزئيه معينه، اعتقد هيكون في سلامه في العلاقه. يعني المشكله ان الرجل عليه ان يدرك حقيقه هامه جدا، وهي ان المراه لا يكفيها رجل واحد. هذا العنوان قد يكون صادم، يعني جزئيه انا مستغرب برضو من العنوان ده. العنوان قد يكون صادم، ولكن اللي انا اقصده ان المراه دائما هي باحثه في الرجل اللي هو زوجها. هي تتمنى ان هو يكون اب في وقت معين، تمام، تتمنى ان يكون اخ زوج واخ في وقت معين، وتتمنى ان يكون صديق تنشر يعني تنشر همومها على صدره، تمام، بدون خوف منه او قلق. تمام. اذا لما انا بقول بان المراه لا يكفيها رجل واحد، العباره ليس فيها اشاره الى لا، هي شايفة ان الرجل ده يحتويها، بمعنى كلمة الاحتواء يكون الاب والاخ والصديق والابن والحبيب بالزبط. وكل حاجة والزوج بالظبط. ايوه بالظبط بالظبط. اذا كان الزوج عنده علم بالجزئية ديت، اعتقد ان دي سبب الخلاف او سبب الفجوة بين الزوج والزوجة، ان الزوج ما عندوش القدرة او الاستطاعة ان هو يعرف نفسية المرأة. تمام. ولو عرف ما بيطبقش، ولو عرف ما بينفذش. كذلك الزوجة عليها أن تدرك حقيقة هامة، وهي إن الزوج إذا لم يستطع أن يكون أب أو أخ أو صديق أو 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 أو، فعليها أن تدرك حقيقة، وهو أنه إنسان ليس بملكي، يعني هو مش ملائكي، ولكنه بشر يصيب أو يخطئ. تمام. فبالصبر الزوجة على زوجها، لو هي اعتبرت أن هذا الصبر هي قنطرة للوصول إلى جنة الفردوس الأعلى، اعتقد هي لو صبرت على هذا الاساس فهنحد كثير من الخلافات الزوجيه. شكرا ليك يا ست المستشار، شرفتنا باتصالك، وان شاء الله تبقى معانا دايما باتصالاتك معانا وارائك القيمه لينا. شكرا لحضرتك. هرجع ليك يا دكتور عفاف واسالك السؤال اللي احنا كنا بنقوله وتكملي اجابتك فيه. هل المراه هنا بتقف وتقول اكمل ولا ما اكملش، ولا انت قلتي المراه القويه هي التي خلاص صممت على حاجه بتقف وتقول هي دي الحاجه دي. شايفه المراه لو وصلت المرحله بيها وابتدى الزوج يبقى بورقه ضغط عليها يقول لها الاولاد انا مش هطلق عشان الاولاد، وابتدى يلعب على الحته ديت، وابتدت الزوجه بقى مش عارفه تعمل ايه، في اللحظه دي هل تتمسك بمبدأها وقرارها اللي هي خدته، ولا تنهار امام هذا القرار من الزوج؟ شوف، خلينا نتكلم بشكل علمي اكتر وبموضوعيه اكتر. شريعتنا القران الكريم اللي نستمده منها في كل احكامنا الحياتيه، احيانا في فتره من الزمن صار في تضارب مع القوانين. القوانين هذه اللي صنعها واللي كتبها ذكر رجل، لما كانت لما سن قانون الناشز ولا سن بيت الطاعه، ما فيش حاجه في دين الاسلام اللي اسمها بيت طاعه ولا ناشز ولا اخذ حق المراه بهذه الوحشيه. ليك في حديث الخلع اللي صار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احد الصحابه تم خلعت زوجته، طبعا لا لشيء، كان رجل يحمل كتاب الله وكان رجل محترم، صحابي يعني. تمام. انت شفت انت الشكل صحابي، وهذه كلمه تكفي، صحابي وكفى. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت الطلاق، لما مش قادرة تكمل السيدة الرجل هذا معاش قادرة تكمل معاه، ليس لأسباب اجتماعية ولا لأسباب نفسية بينها وبين زوجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الدين قداش مراقي وقداش مديننا الحنيف، يعني دين مساواة، قالها رجعي لها مؤخر الصداق، طلق وتطلقي. الآن أصبحت المرأة تلجأ إلى الخلع بعد ضغوطات، وبعد إنها هي تتعرض لكم هائل من المشاكل باش توصل لمرحلة الخلع. هي الحياة بسيطة جدا، اتنين ما عرفوش يكملوا مع بعض لأسباب معينة، تنتهي القصة. الأولاد ما عمرهم كانوا عائق، أحيانا الأولاد لما يعيشوا في بيئة كلها مشاكل حيطلعوا شخصيات مهتزة، شخصيات مريضة، شخصيات كل يوم بيشوفوا. شايفة ان هي تستمر على قرارها وتقول خلاص؟ طبعا، لان الاولاد لورقة الضغط الاولاد هادم حيطلعوا غير اسوياء، اصلا المجتمع مش حينفعوا. طيب نروح لزهور، خلاص حلقتنا على وشك الانتهاء، واعرف زهور تورينا البكبكة عملت ايه. خلاص خلصت اصلا، طابت وجهزت.
بنزينها بالمعدنوس، بنزينها بسرعه بالبقدونس. اكيد. تمام تمام تمام. نقدمها؟ اكيد نقدمها. لا خليها تاكل. تسلم ايديكي. الله يسلمك. وباين كمان الكاميرا تجيب لنا الحاجه اللي احنا شايفينها دلوقتي. المنظر جميل جدا. السلطه خلينا نشوفوها. خضراء. البكبكة. الحلويات اللي اتعملت، كل الحاجات اللي طلعت النهارده. دكتور عفاف وادي الحلويات. عايز اقول لك تسلم ايدك. الله يسلمك. وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكوني من احدى الفائزات، وتكوني الاولى ان شاء الله، ان شاء الله، وتكوني مشرفه بلدك ان شاء الله. نرفع راس الليبيين ونفوزوا بالمهرجان، وتكون لنا بصمه حلوه في المهرجان ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. انا بشكرك، ودايما ان شاء الله تكوني منوره مصر. اكيد. ومصر نورت بيكي. تسلم بوجودك. وعجبتك مصر؟ اكيد. ام الدنيا. ام الدنيا. لازم يدوقنا. دكتور عفاف شرفتيني. تسلم. وكنت مبسوط معاكم جدا النهارده، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم بقى بعد المهرجان، تقولي لي عملتوا ايه ان شاء الله. أكيد. ونبقى مع بعض. أكيد. تاني ونشوف. أكيد. ونقول ونبقى نشوف المبكبكه ونشوف اكلات اخرى للليبيات في مصر، ويا رب كده تبقوا في مصر على طول، منورين مصر ومصر منوره بيكم. شكرا ليكم، وسعدت بيكم النهارده والله. الله يسلمك. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. اكيد طبعا كانت حلوه. تسلم ايديك. سلمك حبيبي. تسلم ايديكي. شكرا لك. شكرا على استضافتك طبعا. شكرا لكم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدين، نتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم من صالون الصحه والجمال. شفنا النهارده الاستاذه زهور والدكتوره عفاف. النهارده اتكلمنا عن المراه الليبيه، واتكلمنا عن المراه عموما، وعرفنا ان المراه لو ليكي حق خديه، بس ما تجوريش على الرجل، ولو الرجل ليك حق خده، ولكن لا تجور على المراه. الرجل والمراه الاثنين مع بعض، الاثنين شركاء في هذا في هذه الحياه، شركاء في هذا الوطن، في جميع الاوطان العربيه الرجل والمراه شريكين لبعض. نتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. حلقتنا النهارده كانت عن المراه الليبيه والاكلات الليبيه، ونتمنى للاستاذه زهور ان شاء الله ان هي تفوز في المسابقه، وندعمها ان شاء الله، ونقول لها الف مبروك مقدما. وبنشكر الدكتور عفاف، على امل ووعد ان يتجدد اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.